هل التعويل على المستقبل إذا وضعنا ميزان الحياة في تركيا ستجده أفضل بكثير من دول أوروبية حتى. يعني هذا أفضل التوقعات أم أن هناك تعويل على المستقبل؟ هي مش توقعات، هي أرقام وحقائق. نحن هنا لا نتوقع، نحن هنا نتكلم على صحافة إسبانية تقول لدينا أن هناك تركيا هي من خامس أقوى اقتصاد في العالم إلى خلال 2030. لدينا مثلا التوقعات للنمو الاقتصاد التركي خلال السنتين القادمتين بأكثر من 9.6%. لدينا تقارير تقول أن الاتحاد الأوروبي سيعاني من انكماش في هذا العام، يعني في نهاية هذا العام بأكثر من 2%. يعني سوف يكون هناك ركود اقتصادي. في تركيا إلى الآن لم يقع هناك ركود اقتصادي، لكن هناك تضخم، لأن الحكومة التركية اختارت التضخم عن الركود. كانت باستطاعة الحكومة التركية وقف مسلسل التضخم، لكن كان الاقتصاد سيدخل في ركود، كنا سنرى معدلات بطالة مرتفعة، كنا سنرى مصانع تتوقف، كنا سنرى أزمات أي سياسية. أن التضخم سلبياته أقل، أليس كذلك؟ هو أفضل السيئين، أفضل الأسوأ، ولكن لمتى؟ أعتقد إلى أن تقرر أمريكا أن تنهي التضخم العالمي. يعني لا تستطيع تركيا فقط لوحدها أن تنهي التضخم. تركيا تواجه الفيدرالي الأمريكي، تركيا تواجه المعركة الروسية الأوكرانية، تركيا واجهت كورونا، تركيا واجهت ملفات ساخنة دبلوماسية كانت من خلالها تبتز الاقتصاد التركي من خلال القروض والعقوبات الأوروبية على تركيا. في تاريخها تركيا للمرة الأولى تبيع الأسلحة عندما الجميع يشتري. في تركيا لأول مرة في تاريخها تقول أننا نحن لدينا أمن غذائي وتصدر غذاء إلى العالم وتعتبر سابع أكبر اقتصاد منتج ومصدر للأغذية على مستوى العالم. للمرة الأولى في تاريخ تركيا الاتحاد الأوروبي يهدد ولا يفرض عقوبات، لم يستطيع أن يفرض عقوبات.